للجمال أسرار. جميلة وأهلا بكل مستمعات داخل أرض الوطن وخارجه، ومرحبا بكل من ضم اللحظة في فقرة للجمال أسرار. كل سيدة كطمح تكون عندها واحدة البشرة نظيفة وخالية من العيوب، لهذا جيت اليوم بهذا القناع اللي مجرب وعنده واحد المفعول قوي في تقليل من مشكل الدهون اللي كتكون على مستوى بشرة الوجه. وثقي بي سيدتي بأن هذا القناع يساعد في تنظيف البشرة وتفتيحها بشكل ممتاز، وكثير من السيدات اللي جربوه وعطى نتائج إيجابية. فهذا القناع سيدتي هو قناع الكمون، وبالنسبة للمكونات فكنحتاجو معلقة صغيرة ديال الكمون مطحون، معلقة صغيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من القشدة الطرية، ومعلقة صغيرة من العسل، ونصف معلقة من خل التفاح. نعود هاد الحويجات سيدتي وعقلي معايا: معلقة صغيرة ديال الكمون مطحون،